معانا طبعا وكيل اللاعبين والاعلامي. مساء الخير يا شيحه. كابتن حازم، ازيك يا كابتن؟ الله يكرمك. ازيك يا حبيبي، ربنا يخليك. محمد شيحه، طبعا يعني ليك تصريحات كتير في موضوع عبد الله السعيد، دايما في صالح، ناس تقول لك في صالح نادي الاسماعيلي وفي نادي الزمالك، دايما بتقول انت النسبه لنادي الزمالك، ولكن امبارح يمكن الدنيا راحت للنادي الاهلي شويه، او بيقولوا خلاص عبد الله السعيد في النادي الاهلي. يعني انت قول لي رايك ايه يا شيحه من خلال دايما انت، انا عارف ان انت متواجد مع مجلس اداره في النادي الاسماعيلي، وانت دايما المتحدث يعني باسمهم في جميع اللاعبين. اتفضل يا صاحبي. هو كابتن الاول، يعني انا مش متحدث باسم مجلس اداره النادي الاهلي. لا لا انا عارف. اه يعني هو انا انت بتتكلم دايما من وجهه نظرهم، يعني مع تامر النحاس الموضوع، لان يعني كتير على اعضاء مجلس اداره النادي ان هم يتعاملوا مع وكيل. لكن انت المتحدث في هذه في هذا الموضوع بتاع عبد الله السعيد. النادي فوضني في التعامل مع تامر النحاس على اعتبار ان وكيل يتعامل مع وكيل، يعني تمام. جزء اخر ان احد الصحف المسائيه للاسف كاتب خبر مغلوط ان انا بخلص الصفقه لصالح نادي الزمالك، لان انا مستشار الزمالك، وده خبر غلط 100%. انا مش مستشار التسويق في نادي الزمالك، ده كان يعني منصب عرض عليا. عرض يعني عليك في نادي الزمالك الدكتور طفي اداره التسويق، وانا الموضوع يعني ما حصلش فيه بيني وما بين نادي الزمالك، فانا مش مستشار التسويق في نادي الزمالك. ما يتعلق بموضوع النادي الاسماعيلي، انا وكيل النادي الاسماعيلي في الصفقه، ابحث انا من خلال مجلس الاداره طبعا بتعليمات من مجلس الاداره عن مصلحه النادي الاسماعيلي والوصول لاعلى رقم في لاعب متميز كما تعلم وكل جماهير مصر تعلم هذا الكلام. طيب. انا شايف امبارح ايه اللي حصل يا شيحه؟ نعم يا كابتن. امبارح مساء ايه اللي حصل؟ انا امبارح قعدت مع عمرو الجنايني وقعدت مع تامر النحاس. هقول لك تفاصيل القعدتين، بس حضرتك الاول قلت خبر ان كان هناك جلسه امبارح وميسره كان موجود، وبالمناسبه هو راجل نشيط جدا ومغطي احداث النادي وموجود على طول في النادي. فعلا كان موجود، وكان في قعده الساعه 8. اعتذر الاستاذ المستشار جلال ابراهيم وكلم دكتور رأفت. حضرتك عارف ان المستشار جلال راجل ما بيحبش يتحرك او باسم نادي الزمالك الا لما يكون واثق من الموضوع. تمام. فهو فضل ان الموضوع التعاقد يتم لما اللاعب يعلن رغبته لنادي الزمالك، وده حق اصيل. كلام طبعا محترم جدا. طبعا خش طبعاً في الموضوع بقى يا شيحه، خش في الموضوع. واتفقوا على ان نادي الزمالك هيرسل فاكس النهارده بالتفاصيل الماديه اللي تم الاتفاق عليها، وقد كان. انا قعدت امبارح مع عمرو الجنايني علشان استاذ عمرو الجنايني طبعا علشان اوري له تفاصيل الاتفاق اللي تم الاتفاق بين الطرفين. ممكن عليه. ايوه ايه التفاصيل؟ واتفقنا على هذا الكلام والتفاصيل وكل هذا الكلام. إيه التفاصيل؟ انا برضه رحت قعدت امبارح مع تامر النحاس على اعتبار ان هو وكيل اللاعب. تمام. وانا مفوض من مجلس اداره النادي الاسرائيلي. انا شايف ان النادي الاهلي بيتدلع ونادي الزمالك بيتدلع. بمعنى ايه؟ بمعنى إيه؟ نادي الاسماعيلي عرض على نادي الزمالك ان هو ياخد اللاعب، وان دي رغبه النادي الاسماعيلي، ان العرض الاكبر هو عرض نادي الزمالك. تمام. تعالوا تعاقدوا مع النادي الاسماعيلي واحجزوا مكان في القايمه لنقل اللاعب حتى لو بعد فتره الانتقالات. النادي الاهلي قال لك احنا عايزين اللاعب. العرض اللي قدم لغايه دلوقتي هو المفروض ان تامر النحاس مفهمني او مفهم مجلس اداره النادي ان عبد الله ليه 910,000. تمام. الكلام ده مش مظبوط. هو قال الكلام ده على فكره عندنا هنا في الملاعب. الكلام ده مش مظبوط يا كابتن حازم. لا ليه 25% جديده وفلوس قديمه. الكلام اللي مظبوط 100% يا كابتن. المستحق للاعب عبد الله السعيد عن موسم 2010 2011 اجمالي التعاقد 1,750,000، تخصم منها 20% قيمه الضرائب المستحقه على اللاعب بمقدار 350,000 جنيه، صافي المبلغ المستحق للاعب 1,400,000 جنيه. قام اللاعب بصرف مبلغ 840,000 جنيه، باقي المبلغ المستحق للاعب 560,000 جنيه، خصم نصف مشاركه 48,000 جنيه، في 120,000 جنيه غيابات عن الحضور، اللاعب ليه مستحق عند النادي مبلغ حوالي 220,000 جنيه، ده لغايه النهارده، لو غاب بكره في خصومات ثاني، لسه في تحقيق على بنجي الفالنا، لسه في تحقيق على اسم النادي الاسماعيلي، لسه في تحقيق على الكلام اللي طلع قال ان هو لا استمرار ويرغب في الانتقال للنادي الاهلي. كل دي تداعيات الموقف الاولاني يا شيخ. اكمل لحضرتك. طيب اتفضل. فالنادي الاهلي دلوقتي قدامه عرض واحد تامر النحاس من ساعتين. لازم يوصل لعرض نادي الزمالك ب 7.5 مليون جنيه. لازم. افرض بعد سبعه بس او 6.5 زي ما احنا علمنا ان هم 6.5. مرفوض تماما. مرفوض تماما. تاني حاجه يا كابتن، تاني حاجه رغبه النادي الاسماعيلي ان اللاعب يروح نادي الزمالك برضه، يعني لو تساوى العرضين. ايه بس اللعيب خلينا نفهم الناس. طيب افهم الناس بس معايا يا شيخ، خليك معايا. اللعيبه النادي الاسماعيلي عايز يوديه الزمالك، والزمالك عايز عبد الله، ولكن عبد الله مش عايز النادي الاسماعيلي بيحب الزمالك. ما انا هتكلم بس اكمل بس انت رد عليا. عبد الله عايز يروح الاهلي.
تمام؟ انا ما اعرفش، انا مش وكيل عبد الله. لا انا بتكلم يعني معايا تامر اللي يعني يعرف، تامر اللي يعرف. طيب انا ما اقدرش اقول يعني، انا بقول لك هو عايز يروح الاهلي تقريبا. كويس. ايه اللي هيحصل في هذه الحاله دي؟ يحقق لي يا كابتن رغبتي كنادي اسماعيلي زي ما انا احترمته وحققت له رغبته في الحصول على فرصه احتراف يعني في نادي. يعني ان هو يطلع عرض الاهلي 7.5 مليون. انا ما بقولوش روح البلديه برضه، ده انا جايب له نادي الزمالك. طبعا. انا مش بقول له روح البلديه. انا مع احترامي نادي البلديه، انا اسف، انا متاسف، انا ما اقصدش ده تشبيه كده يعني. طبعا. انا ما بقولوش روح نادي الجامعه، عشان نادي الجامعه ده بتاعي مش مشكله. فانا بقول يعني انت بتقول يا سيحه، انت بتقول دلوقتي ان النادي الاسماعيلي مش هيتنازل عن عبد الله السعيد باقل من 7.5 ولعيب. ولعيب 7.5 ولعيب. يشوفوا مستحقات عبد الله السعيد. كابتن الكلام ده انا قلته لتامر في التليفون. انا ما فيش اي حرج. افرض ما دفعوش الاهلي المبلغ ده، خلاص يقعد في النادي الاسماعيلي يا كابتن، يجدد اربع سنين او يجدد سنه. ما عندناش اي مشكله، وما يتعلق ويمشي ببلاش الامور الماديه. لا، هو جمهور الاسماعيلي بيثق في رأفت عبد العظيم ومجلس الاداره، الدكتور رأفت عبد العظيم ومجلس الاداره، هم يقدروا يدبروا امورهم. هم شايلين الشيله وعارفين انها ثقيله، والاسماعيليه كلها عارفه انها ثقيله وبيثقوا فيهم. واللعيبه انت يا كابتن من ساعه دكتور رأفت ما مسك سمعت ان اللعيب تاخر او ما حضرش او الكلام ده كله. حتى حسني امبارح وصل بدليل ان حسني نفسه يا كابتن حازم لعب نزل الملعب بعد ما قعد مع المهندس عثمان عطيه والاستاذ ابراهيم عبد الرحيم والاستاذ محمد الكلايه واتفق على جدوله مستحقاته. احنا ما عندناش مشاكل، الثقه طيب موجوده. خلينا يعني عشان نوصل للجمهور، حاجه اخيره، ان انت بتقول حتى الان عبد الله السعيد مش في الاهلي. عبد الله السعيد اللي هيدفع 7.5 مليون جنيه ولاعيب لسه كابتن. اقول الزمالك او الاهلي. اقول حاجه من فضلك يا كابتن قبل ما اقفل. اتفضل يا سيحة. نداء ونداء هام جدا لمجلس اداره الاهلي المحترم. احترموا مجلس الاداره المحترم اللي موجود في النادي الاسماعيلي. ليه؟ عايزين عبد الله السعيد ما تقولوليش ان مليون جنيه و500 الف جنيه و400 الف جنيه توقف موضوع عبد الله السعيد. انتوا دلوقتي في حرج امام جماهيركم. طب معلش يا مسيح، بس انت بس هم يحترموا. طب اكيد بيحترموا، انت ليه بتقول يحترموا؟ يعني ايه اللي حصل؟ ما تقوليش ان النادي الاهلي عنده مشكله في مليون جنيه او 400 جنيه او 600 الف جنيه. دي بتاعتهم بقى شيحه، مالهاش دعوه بالاحترام. الكلام واضح يا كابتن حازم. ايوه بس ده مساله يعني، قصدي ايه، ده عرض وطلب بس. هو لا يقل يعني، ما بيجوش دعوه بالاحترام، دي حاجه ثانيه. الاحترام غير ان هو يبقى عامل سقف. ما هو كده يا كابتن، احنا بيتلعب بينا يا كابتن. احنا كده بيتلعب بينا، احنا بيتلعب بينا. وبعدين يا كابتن بص، ما هو مجلس الاداره دلوقتي اخذوا قرار بحاجه. تمام. بكره احنا جالنا ثلاث عروض من الزمالك والمصري والاهلي، عروض رسميه بقى، فاكسات رسميه وصلت النادي. تمام يا حبيبي. بكره وليد بدر او طارق ابو الليل موجود في اتحاد الكوره بيقدم الثلاث عروض وبيقول لاتحاد الكوره احنا قدام لاعب متخاذل مش عاوز ناديه يستفيد. تمام. مدولنا سنه بقى علشان اللعيب ده ما يلعبش بينا. يعني انت كده بتقول ان في شكوى هتتقدم ضد عبد الله السعيد بكره لو ما جاش؟ رفض مضاها جوه، والناس والمشرف على الكوره جوه، وكل الناس جوه. انا الكلام اللي اقول لك ده حصل خلاص. تمام. يعني عبد الله السعيد ما يتكلمش النهارده على النادي، عيب. ياخد درس من فضلك عند ربه. ايه اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي ده؟ عيب. بشكرك يا شيحه، شكرا جزيلا. يمكن وضحت حاجات كثيره جدا، يمكن اللي ما جاش سمع اخر